هذا واعتبر الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك الكويتي هيثم الغيث أن الإبقاء على اتفاق أوبيك بلس أولوية قصوى بصفته صمام الأمام للأمان للأسعار وضمان استقرار السوق وحافظ التوازن بين العرض والطلب. طبعا لا شك أن اتفاق خفض الإنتاج القائم من 2017 حتى اليوم هو صمام الأمان لاستقرار أسواق النفط، يعني وهذا كان يعني الدليل والبرهان اللي تم تقديمه خلال جائحة كورونا. في عز جائحة كورونا العام الماضي تم التوصل لاتفاق تاريخي بتخفيضات تاريخية تصل إلى تقريبا 10 ملايين برميل يوميا، وهذه اليوم قاعد نجني ثمار هذه التخفيضات وتأثيرها بالتحسن الكبير الذي صار حصل في أسعار النفط. ودائما أوبك وحلفائها من خلال التعاون مع الدول من خارج أوبك يهدفون إلى استقرار الأسواق من حيث الميزان بين العرض والطلب، والهدف هو الانخفاض بالفائض الذي موجود في مخزون النفط وليس استهداف سعر بعينه أو سعر محدد، لأن كل دولة لها سعر في بالها وفي ميزانياتها ويختلف من دولة لدولة. فبالتالي الاستقرار عندنا في أسواق النفط يقاس في مدى تقارب المخزون إلى مستويات معدل السنوات الخمسة الماضية. الأمين العام الجديد وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الكويتي أكد أن تحالف أوبيك بلس لا يستهدف سعرا معينا للخام بقدر ما يركز على ضمان استقرار السوق النفطية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. الحمد لله اليوم احنا وصلنا قطعنا شوط كبير منذ توقيع الاتفاق في مايو 2020. الآن نرى الأسعار تحسنت بشكل كبير أكثر من 55% تقريبا مقارنة بالفترة الماضية، وإحنا نتوقع أن إن شاء الله مع زيادة اللقاحات والتطعيمات عالميا صحيح أن هناك المتحورات وهذه تشكل نوعا ما هاجس على الأسواق، لكن الآن عندنا خبرة في مجال الاتفاقية ومرونة في هذه الاتفاقية بشكل كبير بحيث أننا نقدر نرفع الإنتاج أو نخفض الإنتاج إذا استلزم الأمر ذلك للمحافظة على هذا التوازن واستقرار الأسواق. بخصوص ملف الانتقال الطاقوي شدد الأمين العام للكارتل النفطي على ضرورة تبني مقاربة مدروسة وممنهجة في تحقيق التحول الطاقوي محذرا من حدوث طفرة سعرية. هي يعتمد على الكميات بشكل كبير، يعني والكميات التي تم الاتفاق على ضخها من المخازين الاستراتيجية تصل إلى حوالي 80 مليون برميل. احنا نتكلم عن 80 مليون برميل ممتدة على عدة أشهر وليس في يوم واحد. العالم يستهلك كما تعلمون حوالي تقريبا 98 أو 99 مليون ما دون 100 مليون برميل في اليوم، فممكن بالإمكان النظر إلى الكمية التي ستضخ من المخزون الاستراتيجي وتأثيرها. وخلال التاريخ كانت في حوادث كثيرة مماثلة تم ضخ كميات من المخزون، نعم لها تأثير سلبي لعدة أيام على أسعار النفط، لكن سرعان ما يعني تأخذ ترجع زمام الأمور يرجع إلى المعادلة الرئيسية وهي دائما بين العرض والطلب والمخزون. المخزون ليس الاستراتيجي إنما المخزون التجاري هو الذي له تأثير مباشر بصراحة على أسعار النفط.